gudan in badan in badan Somalina hay biogo alla wada heshi Gami gudan in badan in badan xafladana si gaar u abaabulay iyo asxaabta kaleeta ay matalayaan dhammaantood waxaan kaloo si gaar u salaamayaa gudoomiyaha degmada hormudaag oo degmadeedii ah sidoo kale asxaabtii reer hormudaag ee asxaabteydii hore iyo kuwa hadda jooga labadooda runtii caawa farxaddayda lama soo koobi karo waan ka mahad celinayaa intii soo qabanqaabisay iyo intii soo caanitayba xafladan qiimaha badan oo magaaladeedii marrabaad aniga oo mas-uul ah oo state mas-uulka ah laygu soo dhaweeyey tan iyo markii aan imid oo garoonka soo degay ilaa maanta waxaan si gaara uga mahad celinayaa gudoomiyaha gobolka ahna duqa magaaladaruntii sida la sheegay xasuus iyo waayo iyo farxad bayna gelisay waan jeclaa dad badan oo jiilkayga maanta halka isku aragnay iyo dadkii hore waa ku faraxsanaa inaan wada qaadanno habeenkan siyaasadda ka fogay laakiin mahad baa xoogaa lagu celiyay horta mahad waxaan rabaa halka inaan ka cadeeyo anuu saaxiibaday ku hadlay afkooda heshiiska dhacay annagu keliya maan heshiina heshiiska bulshada soomaaliyeed loona qaano dadkoo dhan inay heshiiyaan oo la iscabiyo kursiga uu mahad la soo cararaba soo ceshan kartaa waa kugelahay waxaan ballan qaadaya hadduu soo noqdan inuu soo ku soo do hadduu galmud u yaalan waa ka daba degayaa inaan kala shaqeeya alaaska sheegay waa saaxiib qaaliya oo muddo dheeraa sawada shaqaynay saaxiibada kale uu hadlay oo xildhibaanada hadda ah annagaa garanayna xildhibaan wax doon ah inaad garab naga heshaan maahane turunturooyin naga fulan maysaan dabcan heshiiskan muqdisho lagu gaaray oo ka soo bilowday samareeb
أو مجيء ولا إكس لو سمرت هذا اللي جت بدل إف كنا سبر دين تاس رنتي وروع شيس لو جد نينا يدلخي يدلخي عنو ما العلا يا معنا جمهورية فدرالية الصومالية ما شاء الله جدي داري وشركة شركة كوفدي وأيضا عندما وادعك في ميديا أنا ورهي ما مرحك كاركوت وحبنا الشيء رنتي أنت اللي جوجي دوت في عن يو وده حاجود لو صلينا يوم حاضرك مرحلة ده عندنا وجزء أيه وأنت بدك تسعري لكن مرنا حنفت السياسة المجري كلا تدوان عندنا ومدة وقت يا سكرتي إن مركز دمنا لا يصدق كرو يدور لقى فيرنا يوم من يوم ذلك حسلوني ليس إيو قبصو مدة دورشو وقت يسنا وقت يعني أنت أساسا لك وهاي وأنا فيلا يا أنتاس أنتي نوينا دوار حسين إن تهاي إن معقولة وعد كسو ميسا جوكتو إسيدا وأركلي مركا فحرجينا يا سيدا الله شيء فشيس كان عندنا اللهم دخنان عندنا اللهم الرونان وروها ضلك الدنطة بيمس الحديث هذه إن أي لينا هاي أبار كيسي يمجعي سنة مرحبين على جمهورية فدرالية الصومالية السلام وها إذا جرتين سلاس أيوة قول نعم ما شاء الله هي صاحبة دي كلاي كسو قيب قلي معمولة مثلاي يقدوميها قبل كبنادي أو يسمونا قوب جوب وحان روا سياسة دو قدرة يعني إنا هنا قدرة مرحب انتا سان روا إنا قدرة كليف إنا انتا شاقو طبعا إنا نسعب في النيو أنا رو صاحبة دي قرى يا مرحب إنا غاس حسان ورجينا يا إلهي ونحن نحضر كاسي اسكندي سنشان أهلا أفرح سنة يمتي إن حفلة دان قبصانتو إن صاحبة دي ريرو لذاكي هلك الجوغان إن ما أنت رمتي كرامضاني شرفتان أي أن هلك كوهر ما يوحي وجينا يسادتك الصومالي دينا يهين دمدا ميرو لذا الجوغو دبعا المسؤولية مركا هيسي سياسة دوائي عند مباسكة حرجيت كيري بديه هذا ورقة رواقة ورقة أنا كذا حامي ورقة جوجي رمالتي إنه ولا فرتين جرهين كي ولا دعويز ورقة أدي مالي ده حرقة يحلى شطورة هذي كي ولا ودجو قال ورقة ربنا ضد أهل عليه هاي هنتي نضلك يا مرحلة دمرة يا صواها سكينة يا واحد بالنسبة للوجرة على تكل دوران توا شيء جديد مرنا ربنا وحن جعل هايين ون هذا الكيكو حمان وان سياسة وايضا عندما سياسة كيشن كيجر وإلا الفقاني إن أمها النقر دمان انتي هالك كتابة تقول ريا فنانين تقرنك ما شاء الله زكريا كوحن الفرق الموركة هايين هالك عاور انتي وعبراها كدقي يو ميديها يو انتكالي وخاصة بالكيلة وطيلك يضطي سيدا عشان شرفت بدا يوختي مناكسن يقيمة على الشد بريدي لما أنتي وحنجعل أنا نجمع العليم ووين حسوسين وعد روكا نوكي أنكوبا جال جنوي مرك إن شاء الله وحرجينا يا دشو قروح ذا إلى هي وروها أمي قروح ذا دارها iyo bismuhu macna badan ma soo maayo magaala runtii labada habeenimo iyo saddexda habeenimo meesha la rawna si ay u saaray annagu holada degan baan saddexda habeenimo Cabdi Cali Fiis iyo labada habeenimo wax dhibaato ah iyo waxa ka baqaysay ma jirin hadda wax u weyn oo hayso arinta amniga taas waxaan rajaynayaa ilaahay noo bariyeena dawladda iyo dadkeedu waxa la rawaa insha Allah dhamaan tan annagu isna inaan amniga oo xoog saarno hadii amaan la helo waxyaabaha kale todban iga seenay marka insha Allah muqdisana waxaan rajaynaynaa guul iyo horumar ee gudoomiyaha iyo maamulkiisa waxaan rajaynaynaa wajibaadkooda inay gutaan degmada Horooda si gaar ah waxaan u rajaynayaa xaqteeda waan hayaa isbeddel inuu ka jiro wala socdaa caqabadaha gaar ka u haysan si gaar ah inaan u sheekaysanaar si gaar ah inaan waxaan rabaa Horooda inuu karaakeeyo aan wada soo ayey waxaanu ku soo barbaaray ee aad u mahadsantihiin mar laba inaan hadalka xumeeyo oo wax badan ku dheelo laakiin mar laba ma maqriib si gaar ah mar laba ugu baahanyahay